محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن فنانة مشهورة ناس كتيرة جدا بتحبها، ناس كتيرة بتتابع أخبارها. الفنانة دي أطلق عليها ألقاب كثيرة، آخرهم كان لقب ملبن مصر. الفنانة دي فنانة سمية سعيد فتيحة، فنانة سمية خشاب اسمها الحقيقي سمية سعيد فتيحة. هي من مواليد 20 أكتوبر 1966، ولدت بمحافظة الإسكندرية، خريجة كلية التجارة جامعة الإسكندرية. تزوجت جواز تقليدي وهي عندها 23 سنة، واتفصلت عن زوجها بسبب ان هو كان رافض ان هي تشتغل في الفن. هي في البداية كانت عايزة تبقى مطربة وليست ممثلة، فجوزها رفض فتم الطلاق بينهم. ثم تزوجت الزواج الثاني من رجل أعمال عربي شهير، رجل أعمال عربي كبير اتجوزها وظلت معه فترة، وطلب منها ان هي تنفصل عن العمل الفني او تسيب الأعمال الفنية، ولكنها رفضت فقرر ان يطلقها وطلقها بالفعل. الزواج الثالث تزوجت من طيار مصري اسمه أيمن. سمية الخشاب تزوجت من فنان مصري اسمه أيمن، وتم الطلاق بعد فترة برضه. ثم تزوجت من فنان لبناني اسمه بدر الشاعري، تزوجته وظلت معه سنة أو أكثر، ثم تم الطلاق لتتزوج من الفنان المصري أو المطرب المصري أحمد سعد. تزوجت أحمد سعد وظلت معه فترة برضه، ثم تم الطلاق. هي سمية ده، هو أنت معمول لك عمل ولا إيه؟ يعني 6 جوازات كده